يأتي منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة تحت شعار عالم متغير اجتياز المجهول، والذي يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، ويمثل المنتدى منصة للعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا الصدد تقوم هيئة المناطق الحرة بدور فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030، بالتركيز على قطاعات هامة منها التكنولوجيا الناشئة، الخدمات اللوجستية والتجارة، التصنيع المتقدم والمنتجات الاستهلاكية والخدمات البحرية وغيرها، وذلك في إطار الرؤية المتكاملة لهيئة المناطق الحرة للمساهمة في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ونقطة اتصال لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وبما يزيد من إسهامات تلك القطاعات في الناتج المحلي والتجارة العالمية.